أهلا بكم من جديد مشاهدينا. بقوة 4 درجات ضربت هزة أرضية جديدة وسط تركيا في ظل سلسلة من الهزات التي أعقبت الزلزال الذي ضربها في 6 من الشهر الجاري، الزلزال الأساسي، وطالت تأثيراته جارتها الجنوبية سوريا. حكاية الزلزال لم تنتهي هنا، فالهزات الارتدادية متواصلة لتعقد الأوضاع أكثر. وفي هذا الواقع تتواصل عمليات إعادة الإعمار في المدن التركية المتضررة، فيما يطرح سؤال المليون: هل يمكن فعلا المضي بإعادة الإعمار في ظل تواصل الهزات الارتدادية؟ أما في شمال سوريا فتظل الأوبئة برأسها أو تطل برأسها على الناجين والنازحين الذين كانوا يعانون أصلا من تردي البنية التحتية والقطاع الصحي، لتعلن منظمة الخوذ البيضاء وفاة 2 بسبب الكوليرا في وقت تبقى قلة المساعدات القادمة من الخارج معضلة حقيقية. فأسلوب التنقيط المتبع مع المناطق المتضررة ينذر بكارثة إنسانية تفوق تلك التي تسبب بها الزلزال ومن قبله الصراع الممتد منذ ما يزيد على عقد من الزمن. إذن مشاهدينا، قصة الزلزال لم تنتهي بعد. عن الأحداث والتداعيات الأكثر حداثة من عمان أرحب معي بالسيد صخر النسور المتخصص في علوم الأرض والجيولوجيا، ومن كارديف عبر تطبيق زوم الدكتور محمد الحاج علي، طبيب وباحث في العلاج المناعي. مرحبا بكم ضيفي الكريمين. سيد صخر، أبدأ معك. إذن قبل قليل ضربت هزة أرضية جديدة تركيا بقوة 4 درجات وهي وسط تركيا، يعني هذه المرة ما تفسير انتقال مركز الهزات إلى الوسط؟ هل هناك تفسير جيولوجي واضح؟ مساء الخير أستاذي مراشا، شكرا لكم في قناة الشرق على هذه الاستضافة. الحقيقة أنه السبب الرئيس واضح، وهو الزلزال الكبير الذي حدث في 6 شباط وأثره لا زال مستمر وسيبقى مستمرا لبعض الوقت أيضا ضمن الهزات الارتدادية، لأن الفعل الأول كان فعلا كبيرا مدمرا أدى إلى الكثير من التشوه، إحداث تشوه كبير على حدود الصفائح التكتونية بين الصفيحة العربية والصفيحة الأناضولية، وبالتالي هذا الأثر امتد إلى أعماق داخل الأرض وأدى إلى تكسير الصخور، وهذا الصدع لا زال نعتقد أن الكسور التي حدثت عليه انتقلت إلى صدوع أخرى داخل تركيا. ولكن من الجدير بالإشارة القول بأن هذه الهزات ستكون أقل بكثير من قوة وشدة ودمار زلزال 6 شباط. وإذا أذنتي لي في استطراد سريع، نعم، أن أشير إلى أن هذه الخريطة تؤشر وتوضح القشرة الأرضية وما عليها من صفائح تكتونية. هذه الصفائح التكتونية تلتقي مع بعضها البعض في وتتلامس ضمن أنواع حركة مختلفة، فمنها الانزلاقي ومنها التصادمي. في حالة الصفيحة التركية، إذا كان واضح على الخارطة، في حالة الصفيحة التركية هذه مجموعة الصفائح التكتونية على القشرة الأرضية. في هذه الخارطة أوضح بشكل سريع أن الصفيحة العربية الموجودة هنا
على هذا الجانب تتحرك باتجاه الصفيحة الأناضولية إلى الشمال، وهذه الصفيحة الأناضولية محاطة بمجموعة من الصفائح التي هي الصفيحة الأوراسية من الأعلى والصفيحة الإفريقية من فهي الجنوب. إذن تحرك كل الصفائح وحركة الصفيحة أيضا. العربية، نعم، حركة الصفيحة العربية تأتي على الصدع، هذا الصدع المشار إليه في القلم، هذا الحد الفاصل الصدع اللي تحدث عليه معظم صدوع تركيا. وإذا رجعنا سريعا لعقدين من الزمان إلى الوراء نجد هذه الخارطة التي تؤشر أيضا إلى الزلازل التي حدثت خلال عقدين في تركيا، لنجد أن صدع الأناضول الشمالي في 99 كان زلزال إسميط وهو الكبير أيضا، وذهب ضحيته تقريبا 17 ألف، وبقية الصدوع نجدها على هذه الحافة الخاصرة الضعيفة بين الصفيحة العربية والصفيحة الأناضولية. إذا تشاهد أستاذ ميراشا هذه الدوائر الحمر، هذه زلازل حدثت يعني هذا على صدع الأناضول الشمالي سنة 99 اللي فوق، اللي تحت هذولا 2003 و2010 و2011 وسنة 2020 كان في زلزالين في نفس العام. وبالتالي ليس غريبا ولا مستهجن ولا حدث غريب أن يحدث زلازل كبيرة ومدمرة في تركيا استنادا لقاعدة البيانات التاريخية وإلى التفسير العلمي الذي لا زال معمول به عند معظم علماء الأرض وعلماء الزلازل، بأن هذا ناتج عن تصادم الصفائح التكتونية. كل الفرضيات التي سمعناها تعلق على موضوع الزلزال الذي حدث هي فرضيات لا زالت غير مثبتة التي تتعلق سنتحدث عنها بعد قليل ذلك. نعم المعترف. هذه الفرضيات سنتحدث عنها بعد قليل. دكتور محمد أذهب إليك، لابد أن نتحدث عن التداعيات الصحية اليوم. هناك حديث عن الدفاع المدني السوري أن هناك 568 مصابا بالكوليرا جراء طبعا دمار البنية التحتية وخطوط المياه والصرف الصحي بعد الزلزال. هل نحن أمام مقدمة لجائحة كوليرا نتيجة الزلزال؟ أسعد الله مساءك ميراشا ومساء السادة المشاهدين وتحية لضيفك الكريم من عمان. أهلا. المشكلة المتعلقة بالكوليرا هنا ليست مشكلة حديثة الظهور، ظهرت الآن. فمنذ شهر أغسطس آب الماضي في العام 2022 أبلغت منظمة الصحة العالمية ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن الكوليرا في وضع تفشي، والشهر الماضي كان عدد الإصابات في منطقة سوريا في سوريا إجمالا ونخص في الشمال الغربي حوالي 77 ألف إصابة، حوالي 100 وفاة سجلت في سوريا العام الماضي حتى الشهر الماضي. والمشكلة الأكبر تتعلق بالجزء الشمالي الغربي من سوريا، هذه المشكلة تنتشر فيها المخيمات، أو هذه المنطقة تنتشر فيها المخيمات العشوائية، حوالي 1400 مخيم عشوائي لا توجد فيها يعني أنظمة صرف صحي يعني آمنة، قد تتلوث مياه الشرب فيها مع يعني أقنية الصرف الصحي هناك، شروط النظافة غير موجودة وغير متوافرة في تلك المخيمات، وبالتالي تشكل يعني بيئة خصبة لانتشار الكوليرا. طبعا ما خطورة أن تتحول إلى جائحة دكتور برأيك؟ يعني أن تنتقل إلى مناطق أخرى وإلى دول أخرى؟ ميراشا، فقط نقطة أساسية هنا، أن في العام الماضي يعني المنظمات الدولية حاولت دعم سوريا، كل سوريا، باللقاحات والمطاعيم الخاصة بالكوليرا، ومع الأسف منطقة الشمال الغربي هي المنطقة التي تأخرت عن كل سوريا، حيث لم تصلها تلك المطاعيم واللقاحات، وحتى الشهر الماضي كنا بانتظار وصول تلك التطعيمات الخاصة بالكوليرا. يعني هذا يفاقم المشكلة ويجعل الآن من الزلزال ومسألة يعني انهيار أنظمة الصرف الصحي البالية يعني عرضة لتفشي الكوليرا بشكل كبير في هذه المنطقة وما يجاورها. طبعا لا نتحدث عن يعني مسألة انتشار إقليمي للكوليرا أو وباء عالمي، هو وباء يعني محدود في تلك المنطقة جغرافيا لن يتجاوزها، ولكن هذه المنطقة هي منطقة مظلومة ومحرومة على مدى سنوات. نعم للأسف. سيد صخر، كما كنت تقول قبل قليل، يوم تخرج تنبؤات وتوقعات كثيرة لزلازل ستكون أقوى وأكثر تدميرا في الأيام الأولى من مارس، من هذا الشهر يعني الذي يبدأ غدا.
كيف تعلق عليها؟ والله يعلق ببساطة بأن يعني لا زال علم الزلازل عند الله وحده فقط لا غير، وهو يعني يعلم متى حدوث، وهذا ناموس من نواميس الله في خلقه، وبالتالي لا زال العلم قاصرا أن يتنبأ. ولكن فرضية أن أقول أن يحدث زلزال في تركيا فرضية صحيحة، لأن هذه المنطقة مؤهلة ولدينا إثباتات علمية من حركة الصفائح وطبيعتها والصدوع اللي موجودة فيها، إذا أستطيع أن أصف أنه سيحدث فيها زلزال، لكن متى وكيف وقوته وبأي قوة؟ وشدته لأنه اليوم وتاريخ يتم الحديث عن أنه وبأي متوقع قوة؟ زلازل بقوة أقوى من الزلزال الأساسي، وهذا يبث الرعب في نعم، قلوب من يسمع ومن يتابع. هذا بأمان هذا أمر يعني أولا أنا أجده غير علمي، لأن بث الهلع، لأنه أنا طالعنا في الأخبار أنه هنالك من ألقى نفسه من النافذة، هنالك من صحيح أصيب بسكتة قلبية، هذا الهلع والخوف حتى امتد إلى منطقتنا العربية، نحن يعني بعيدين 600 كيلومتر وظروفنا التكتونية مختلفة تماما في المنطقة العربية وفي الخليج العربي وفي مصر وفي الأردن. صحيح أن سوريا ولبنان تتأثر لأنها أقرب، ولكن ليس بشدة التأثير ما يحدث. أنا لنفرق بين شيئين، الشعور بالزلزال أو بالهزة الأرضية والتأثر به، نحن نشعر في منطقتنا بالهزة الأرضية ولكن التأثر قليل جدا. مرة أخرى إلى موضوع التنبؤات، هذا أمر لا زال العلم قاصر عنه، ولو كان بالإمكان أن يحدث لكانت اليابان وهي بؤرة زلزالية، ثم أن حركة القمر والنظريات التي تشير إلى الكواكب هذه لا زالت بحاجة إلى إثبات، قد يكون هنالك رابط ما وليس سبب رئيسي، ما أثبته العلماء عبر مئات السنين بأن السبب الرئيسي الحركة التكتونية والصفائح التكتونية. واضح جدا سيد صخر. دكتور محمد، اليوم يتم الحديث عن خطر الإصابة بالقلق والاكتئاب واضطراب ما بعد الصدمة عند الكثيرين ممن عاشوا هذه الكارثة. بداية، ما هي الأعراض التي يجب مراقبتها عند الصغار وعند الكبار اليوم، وبماذا تنصح كي يتم تفادي أن تتفاقم المشكلة هذا الاضطراب وأن تصبح مرض من الصعب أن يعالج لاحقا؟ هذه مشكلة يعني استشعرتها بعض المنظمات الدولية وبعض المؤسسات الخيرية أو الجمعيات العاملة على الأرض، وهي مسألة التدخل الباكر وبشكل خاص هنا فيما يتعلق بالأطفال. هناك الكثير من الأطفال الذين يعني يعانون من هذه الصدمة التي حدثت بعد الزلزال، و يعني مسألة الخوف والهلع أو القلق يعني يتم طبعا التعامل معها من خلال الاندماج، ومن خلال يعني إشغال الأطفال بعدد من الأنشطة والفعاليات التي تكون موجهة بحيث أنها تبدد من هذا القلق أو الخوف بشكل تدريجي. المشكلة الأكبر حقيقة تتعلق بعدد الأطفال الذين يتموا و طبعا أصيبوا بهذا القلق وبهذا الهلع. يعني شخص كان نائم استيقظ في صباح اليوم التالي تحت الأنقاض، أو استيقظ بعد ساعات تحت الأنقاض وتم إخراجه، وبقية أفراد العائلة يعني قضوا تحت التراب وتحت الأنقاض. طبعا هذا يحتاج إلى ربما تأهيل طويل الأمد وبرامج علاج نفسي طويلة الأمد، ولكن ما نقوله هنا أن يعني مسألة التدخل الباكر من قبل المؤسسات والمنظمات المعنية بهذا الشأن على الأرض بالنسبة للأطفال تحديدا مسألة هامة وينبغي التركيز عليها. بالنسبة للكبار، الابتعاد طبعا عن يعني مصادر الإشاعات ومصادر التي يعني تبث أخبار غير دقيقة وغير صحيحة، وكما قال ضيفك الكريم من عمان يعني مسألة أن الحديث دائما عن الزلزال لدرجة أن الشخص يقذف بنفسه من الشرفة مثلا أو أن يصاب بسكتة قلبية، طبعا كل هذا مرتبط ب ما نشاهده على السوشيال ميديا ووسائل التواصل واضح الاجتماعي. جدا دكتور، عذرا على المقاطعة، وقت الحلقة انتهى، أشكرك جزيل الشكر على كل هذه التوضيحات. الدكتور محمد الحاج علي، طبيب وباحث في العلاج المناعي، الشكر موصول للسيد صخر النسور المتخصص في علوم الأرض والجيولوجيا، شكرا جزيلا لكما. اشتركوا في قناة الشرق للأخبار على يوتيوب لمتابعة آخر التطورات والأحداث السياسية. معي أنا ميرا شغازي.